يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده أمانة لرجل آخر، ومر رجل عنده أمانة لرجل آخر ومر عليها حول، سؤاله على من تجب الزكاة؟ هل تجب على صاحبها؟ تجب الزكاة على المالك، على صاحبها، إلا إن كان إنه وكله يزكي عنها، إذا وكله يزكي عنها، أما إذا لم يوكله فزكاتها على صاحبها، وهو عليه تفلها فقط.